مثال سموث باكت وول، هذا جدار. من يحدد سموث بمعنى دلتا تساوي صفر، معنى زاوية الاحتكاك بين تربة وسطح جدار تساوي صفر. ارتفاع الجدار 6 متر، التربة اللي يسندها الجدار يونت ويت 20 كيلو نيوتن على المتر المكعب، وقيمة الانجل اوف انترنال فراكشن زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة تساوي 20 درجة. التربة اللي يسندها الجدار مسلط عليها سير جورج لود حمل طارئ اللي احنا نسميه بال W سب S ومقداره 50 كيلو نيوتن على المتر المربع. باستخدام نظرية رانكن لإيجاد التوتال أكتيف ثراست، بمعنى في أكتيف توتال ونقطة تأثيرها Point of Application. الملاحظات المهمة بهذا المثال: التربة اللي يسندها الجدار تتكون من طبقة واحدة، إذا توزيع ضغط التربة الجانبي حيكون فقط عند سطح الجدار وعند قاعدة الجدار. النقطة الثانية المهمة: وجود حمل منتظم طارئ على سطح التربة. نستخدم رانكن ثيوري ورانكن ثيوري في حالة إهمال قيمة الفريكشن بين سطح التربة والجدار، هنستخدم هذا القانون، بمعنى هذه هي نظرية رانكن ثيوري وهذا هو الكي اكتف. إذا كان سطح التربة أفقي معنى قيمة بيتا تساوي صفر، وإذا عوضنا بهذا القانون قيمة بيتا تساوي صفر حنحصل على القانون كي اكتف تساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، لأن سطح التربة أفقي. وقيمة الكي اكتف تساوي 0.49. حتى نقدر نحسب قيمة ضغط التربة الجانبي عند ال surface of the wall، هذه النقطة، هذا القانون اتفقنا يكون هو القانون العام اللي نطبقه حتى نجد ضغط التربة الجانبي في أي نقطة، يساوي كي اكتف في جاما في H minus 2 في C cohesion في K active. بسبب وجود حمل طارئ على سطح التربة في هذه النقطة، ال H حتكون قيمتها تساوي H equivalent، بمعنى حنحول هذا الحمل الطارئ إلى ارتفاع مكافئ عند هذه النقطة. حتى نطبق القانون نحن مثبتين سيجما اكتف زد تساوي صفر عند هذه النقطة، بمعنى surface of the wall. كي اكتف هذه قيمتها 0.49 في كثافة التربة، إذا كانت عندي طبقة واحدة حتكون كثافة التربة اللي يستند عليها اللود، وإذا كانت عندي طبقة ثانية من التربة عند هذا الموقع فأيضا قيمة الجاما في حالة إيجاد الـ equivalent height، نأخذ التربة اللي كثافة التربة اللي يستند عليها اللود وأيضا تمثل هذه التربة اللي بتماس مباشر مع الحمل الطارئ وكثافتها 20، في H equivalent بسبب وجود هذا الحمل الطارئ، فالنقطة الأولى عند الزد تساوي صفر حتكون أكو قيمة للضغط التربة الجانبي، والH equivalent حنحصل عليه من هذا القانون،
مثل ما ذكرنا في حالة قيمة بيتا تساوي صفر وبساي اللي هي قيمة الزاوية بين الباك اوف وول والهوريزونتال 90 درجة حتكون قيمة ال H equivalent تساوي W sub S وتمثل ال intensity of surcharge load على كثافة التربة، وقيمة هذا اللود 50 كيلو نيوتن على المتر المربع، وقيمة كثافة التربة 20 يطلع الارتفاع المكافئ 2.5 متر، ونضيفه 2.5 متر ماينس هذا الجزء من المعادلة لأن التربة هي من نوع granular فقط تحتوي على قيمة الفاي، معنى قيمة السي تساوي صفر، فنعوض قيمة السي صفر فيكون هذا البارت صفر. فإذا في حالة إيجاد السيجما أكتيف أو السيجما باسيف دائما نكتب هذا القانون العام ونعوض بالقيم البي ونحصل على مقدار ضغط التربة الجانبي. أما في حالة الأكتيف حيكون هذا القانون، في حالة الباسيف نفس القانون وهذه الإشارة تتحول من ماينس إلى بلس. إذا المقدار 24.5، لأنه مثل ما ذكرنا تربة طبقة واحدة فقط نحصل على ضغط التربة الجانبي عند الزد تساوي صفر عند السيرفيس أوف ذا وول وعند الزد تساوي 6 at the base of the wall. حتى نحصل على هذه القيمة الثانية في قاعدة الوول مقدار ضغط التربة الجانبي في قاعدة الوول، هذا هو الجزء وممكن أن يحل بطريقتين. الطريقة الأولى نطلع الارتفاع الكلي المكافئ اللي هو يمثل 6 ارتفاع الوول زائدا الارتفاع المكافئ H equivalent 2.5، فالارتفاع الكلي 8.5. طبق هذا القانون K active في جاما في H total، H equivalent هنا حتتحول H total انه نريد نحصل على ضغط التربة الجانبي في نهاية قاعدة ال wall. ممكن يكون هذا minus 2 في C في جذر K active قيمته صفر فما كتبنا K active 0.49 في كثافة التربة 20 في الارتفاع الكلي 8.5، يطلع ضغط التربة الجانبي في حالة ال active في نهاية الوول أو عند قاعدة الوول 83.3. أو طريقة ثانية نحل بها هذا الجزء، احنا من حصلنا على قيمة 24.5 عند هذه النقطة نقدر نكمل الحل بحيث نحدد القيمة الأولى 24.5 زائدا K active لهذا الجزء من التربة من سطح التربة إلى قاعة الأساس، ويساوي K active في جاما في H، والH في هذه الحالة حتكون 6 متر. إذا جمعنا هذه القيمتين حنحصل أيضا على مقدار السيجما active at the base of the wall قيمتها 83.3 كيلو نيوتن على المتر المربع لكل متر طول، بمعنى إحنا دا نحسب لمتر طول واحد من عمق الجدار. بعد ما حصلنا على قيمة الإجهادات ننتقل إلى مرحلة ثانية نحصل على قيم الفورسز. فأيضا هذه قيمة الفورس نسميها بالتوتال ثراست. إذا لاحظ هذا مخطط توزيع ضغط التربة الجانبي يتكون من جزئين، الجزء الأول هو مستطيل والجزء الثاني هو مثلث. حتى نطلع هذه القوة الأولى حناخذ مساحة هذا المستطيل، والمساحة تساوي الطول في الأرض. الأرض حيمثل هو ضغط التربة الجانبي 24.5 في ارتفاع هذا المستطيل مثل ارتفاع جدار 6، حنحصل على أول قوة مقدارها 147 كيلو نيوتن على المتر المربع لكل متر طول من طول الجدار. الجزء الثاني هو هذا المثلث، ومساحة المثلث حتى نحولها إلى فورس
حتى نحول ضغط التربة الجانبي لمساحة مثلث إلى فورس يمثل مساحة المثلث، ومساحة المثلث تساوي نصف طول القاعدة. نصف طول القاعدة، لاحظ هنا طول القاعدة فقط للمثلث. إذا ضغط التربة الجانبي من هذه النقطة إلى حد هذه النقطة قيمته 83.3. إذا نطرح منا هذا الجزء منا لهنا هنحصل على فقط قاعدة المثلث. إذا 83.3 ماينس 24.5 هنحصل على قاعدة المثلث في ارتفاع الجدار 6. هتكون مقدار القوة الثانية لمساحة المثلث 176.4. مقدار توتال ثراست، أصبحت عندي قوتين أفقية ممكن تكون عبارة عن summation f of x، بمعنى التوتال ثراست هو مقدار القوة الأفقية الأولى زائدا مقدار القوة الأفقية الثانية، وكأنه P active توتال ثراست تمثل المحصلة وقيمتها 324.4 كيلو نيوتن على المتر مربع، وبالتالي حصلنا على قيمة التوتال ثراست لهذه المسألة. النقطة الثانية بالسؤال كان المطلوب تحديد موقع تأثير محصلة القوى point of application. حتى نقدر نحدد موقع تأثير محصلة القوى، النقطة المهمة بهذا هنحدد هذا الجدار عند القاعدة مالته نقطة نسميها point O، وهذه النقطة حناخذ محصلة الأزوم حول هذه النقطة للقوى ضغط التربة الجانبي، بمعنى عند هذه النقطة حناخذ summation moment about O، وهذه تمثل نقطة O. summation moment about O حتكون عندي عبارة عن P active total وتمثل محصلة القوى وقيمتها 324.4 في X bar. ال X bar تمثل المسافة من نقطة تأثير محصلة القوى إلى القاعدة، سميناها X bar بس ممكن لأنه هي بهذا الاتجاه العمودي ممكن تكون تسميتها بالواي بار أفضل، وممكن تسميتها بالإكس بار، والإكس بار هنا تمثل المسافة العمودية بين محصلة القوى والنقطة اللي نأخذ حولها العزم، يساوي كل قوة في المسافة بينها وبين النقطة اللي نأخذ حولها العزم. إذا لاحظ هذا المستطيل احنا حصلنا على القوة الأولى كانت P active 1 وقيمتها 147 في المسافة بين نقطة تأثير هذه القوة والنقطة اللي نأخذ حولها العزم. هذه النقطة اللي نأخذ حولها العزم بما أنه هو الشكل المستطيل ومركز المستطيل بالمنتصف، إذن المسافة حتكون من منتصف نقطة تأثير هذه القوة إلى القاعدة، فإذا 6/2. الجزء الأخير هذا الجزء المثلث، القوة P active 2 وقيمتها 176.4 في المسافة بين هذه القوة نقطة تأثيرها والنقطة اللي نأخذ حولها العزم. إذا لاحظ بما أنه هو مثلث فإذا هذه هي النقطة اللي نأخذ حولها العزم بالقاعدة، ومركز المثلث هو ثلث عن القاعدة، إذا ثلث 6 أو ثلث ال H. إذن المجهول بهذه المعادلة هو يمثل X bar
أو يفضل تسميتها بال y bar ويساوي 2.45. إذن محصلة القوى لهذا السيستم هتكون على مسافة 2.45 above the base of the wall. المثال الثاني، إذا لاحظ هذا المثال، التربة اللي يصدها الجدار تتكون من طبقتين من التربة، خواص مختلفة. كثافة التربة الأولى 16 كيلو نيوتن على المتر المكعب، واليونت ويت للتربة الثانية 21 كيلو نيوتن على المتر المكعب، فاي للتربة الأولى 30 درجة، وقيمة فاي للتربة الثانية 10 درجة. التربة الأولى ما تحتوي على خواص الكوهيجن، بمعنى C تساوي صفر. إذن هذه التربة هي granular soil، تربة حبيبية، والطبقة الثانية من التربة تحتوي على خواص الكوهيجن، وقيمة C 20 كيلو نيوتن على المتر المربع. هذه الحالة لأن التربة اللي استنتج جدار تتكون من طبقتين، يفضل أن يكون الحال بشكل جدول. بالتالي المفروض نحصل على هذا المخطط اللي يمثل قيم ضغط التربة الجانبي. الخطوة الأولى، لأنه احنا المسألة مالتنا تخص جهة الأكتيف، فالكي أكتيف تساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. كي أكتيف للتربة الأولى 0.333، وكي أكتيف للتربة الثانية حيكون 0.704 اعتمادا على قيمة الفاي. فاي للتربة الأولى 30 درجة وفاي للتربة الثانية 10 درجة. حتى نقدر نحصل على قيمة ضغط التربة الجانبي في حالة الأكتيف ونسميه سيجما أكتيف، هذا الجدول يتكون من العمود الأول هو التربة، والتربة تتكون من الطبقة الأولى وتربة الطبقة الثانية soil 1 و soil 2. العمود الثاني يمثل الدبث. إذا لاحظ التربة الأولى يبدأ الدبث من قيمة Z تساوي 0 إلى Z تساوي 3، و soil 2 تبدي من Z تساوي 3 إلى Z تساوي 7.5. هذه 7.5 هي مجموع 3 زائد 4.5، من 3 إلى 7.5. العمود الثالث يمثل السيجما vertical، والسيجما vertical إذا ما كان عندي حمل طارئ فوق سطح التربة هو عبارة عن جاما في H. هذا المثال حنستخدم طريقة ثانية نحسب بها تأثير الحمل الطارئ. هذا المثال ما حنستخدم طريقة الارتفاع المكافئ equivalent height، حنتعامل ويا الحمل الطارئ كلود وليس ارتفاع. هذا العمود يمثل قيمة الكي أكتيف حسب نوع التربة. العمود الأخير يمثل ضغط التربة الجانبي في حالة الأكتيف، وهذا هو القانون العام اللي اتفقنا يثبت حتى نحصل من عنده على ضغط التربة الجانبي في كل نقطة من نقاط التربة. وهذا الجزء مثل ما ذكرنا مثل سيجما فيرتيكال في كي أكتيف ناقصا 2 في الكوهيجن في جذر كي أكتيف. حنبدأ بالتربة رقم 1، هذه التربة الأولى عند الارتفاع يساوي 0. هنلاحظ عند هذا الارتفاع
اكو قيمة لحمل طارئ ويمثل W سب S أو Q قيمته 15 كيلو نيوتن على المتر المربع لكل متر. فهذا الستريس هنثبته عند الارتفاع Z تساوي صفر بدون ما نحوله إلى ارتفاع مكافئ، يبقى بصيغة ستريس. إذا ننتقل للعمق 3 متر ضمن الطبقة الأولى، قيمة الـ Vertical Stress حتكون Q وقيمتها 15 زائدا هذه زائد كثافة التربة للطبقة الأولى وقيمتها 16 في ارتفاع هذه الطبقة لغاية عمق 3 متر قيمتها 3، وحيكون قيمة الـ Vertical Stress 63. إذا ننتقل للطبقة الثانية Soil 2 حتكون قيمة الإجهاد، لأنه هذه النقطة إذا نلاحظ مشتركة بين Soil 1 و Soil 2، بمعنى الإجهادات عند هذا الحد بالطبقة الأولى تمثل نفس قيم الإجهادات ببداية الطبقة الثانية. من ننتقل من بداية الطبقة الثانية عند الدبت 3 متر إلى نهاية الطبقة الثانية حتكون على عمق 7.5 متر من سطح التربة، حنضيف مقدار الـ Vertical Stress اللي وصلناه عند هذه المرحلة وقيمة 63، ونضيف للـ Vertical Stress المتبقي لنهاية الطبقة الثانية، ويمثل كثافة الطبقة الثانية 21 في سمك الطبقة 4.5. إذن قيمة الـ Vertical Stress في نهاية الطبقة الثانية قيمته 157.5. حتى نقدر نحصل على قيمة ضغط التربة الجانبي سيجما أكتيف حناخذ كل قيمة من قيم الـ Vertical Stress ونطبق عليها هذا القانون. إذن سيجما أكتيف للطبقة الأولى عند الارتفاع تساوي صفر تساوي Vertical Stress وقيمته 15 في K-Active 0.33 minus طبقة الأولى قيمة C تساوي صفر، إذن هذا الجزء يساوي صفر. إذن قيمة ضغط التربة الجانبي في سطح التربة أو عند الـ Top Surface للوال قيمتها 5، هذا قيمتها 5. حتى ننتقل إلى عمق ديب يساوي 3 متر، هنلاحظ عند العمق 3 متر لأنه أكو طبقتين تربة هنحصل على قيمتين للسيجما أكتيف. القيمة الأولى هنحصلها من الطبقة الأولى من تطبيق هذا القانون، هذا الجزء يمثل سيجما فيرتيكال وقيمة 63 في كي أكتيف للطبقة الأولى ناقصا 2 في الكوهيجن للطبقة الأولى والسي تساوي صفر، إذن القيمة 21. وهذه هي القيمة على عمق 3 متر، القيمة 21. احنا بالبداية وصلنا من الصفر حصلنا بالطبقة الأولى 5، من وصلنا هذه النقطة حددنا نقطة 21 ونوصل بخط مستقيم بين هذه النقطتين من 5 إلى 21. إذا نروح للطبقة الثانية ضمن الدبت تساوي 3 متر وهذا العمق هو المشترك مع الطبقة الأولى، حناخذ نفس قيمة السيجما فيرتيكال في هذه الطبقة ونضربها في الـ K أكتيف للطبقة الثانية من خلال هذا القانون 63 في 0.704 ناقصا 2 في C. إن الطبقة الثانية لها قيمة C تساوي 20 فثبتنا قيمتها 20 في جذر K Active للطبقة الثانية، حتطلع قيمة Sigma Active للطبقة الثانية في بدايتها وهذا هو الحد المشترك بينها وبين الطبقة الأولى قيمتها 10.8. احنا وصلنا فوصلنا إلى قيمة 21، من هذه نقطة الصفر
هنحدد نقطة قيمتها 10.8 ونوصل الخط من 21 إلى 10.8. معناه بهذه النقطة صار تخفيض في عملية ضغط التربة الجانبي من الطبقة الأولى قيمتها 21 إلى الطبقة الثانية قيمتها 10.8 في نفس الموقع، وهذا هو الخط المشترك بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية. الجزء الأخير هو نهاية الطبقة الثانية حتى نحصل على قيمة سيجما أكتيف في نهاية الطبقة الثانية. هتكون هذه هي نهاية الطبقة الثانية، قيمة السيجما فيرتيكال 157.5 والكي أكتيف لهذه الطبقة 0.704. ونطبق القانون سيجما فيرتيكال وقيمة سبوت 157.5 في كي أكتيف 0.704 ماينس 2 في سي كوهيج للطبقة الثانية وقيمة 20 في جذر كي أكتيف للطبقة الثانية. يكون قيمة السيجما أكتيف في نهاية الطبقة الثانية قيمتها 77.3. عند هذه المرحلة حصلنا على الدايجرام أو المخطط الخاص بتوزيع ضغط التربة الجانبي. النقطة الثانية بالمثال تحديد location of the total thrust أو نقطة تأثير محصلة القوى، ومحصلة القوى حنسميها P active total، والمفروض إيجاد قيمة الواي بار. هذا الواي بار يمثل نقطة تأثير محصلة القوى من قاعدة الوول. هذه الحالة نحتاج نكون جدول ثاني. هذا الجدول الثاني يتكون من بارك ومخطط توزيع القوى. هذا نقسمه إلى أجزاء بحيث هذه الأجزاء تكون على شكل أشكال هندسية نقدر نحسب مساحتها. هذا بارت 1 2 3 4، وعندي 4 أجزاء. في كل جزء هنحسب الـ P active وتمثل الـ area للشكل الهندسي. على سبيل المثال هذا شكل واحد عبارة عن مستطيل، الـ area هو الطول في الأرض، والطول مثل الارتفاع الطبقة الأولى اللي قيمتها 3 × 5. حصل على قيمة مقدارها 15 كيلو نيوتن لكل متر، وهذه هي متل فورس. بنفس الأسلوب نحصل على قيمة الفورس للشكل الثاني والثالث والرابع. حتى نحصل على قيمة الواي بار موقع محصلة القوى، فمحصلة القوى في أكتف توتال في الذراع اللي يمثل واي بار تساوي مجموع الأزوم، وهذا مجموع الأزوم يمثل محصلة كل قوة في المسافة عن نقطة محددة. هذه النقطة المحددة اللي حناخذ حولها مجموع محصلة القوى هتمثل هي نقطة O، ودائما هي نقطة في قاعدة الوول. هذه النقطة للجزء الأول حتى نحصل مقدار العزم، حيكون العزم هو مقدار القوة PA في ذراعها، والذراع هنا يمثل المسافة من نقطة تأثير هذه القوة إلى قاعدة الوول، أي العزم حول نقطة O. للجزء الأول Part 1، هذا هو الجزء الأول Part 1، هو عبارة عن مستطيل محصلة القوى تكون في مركز هذا الشكل. هذه النقطة بالمركز حتمثل المسافة
منتصف هذا الشكل، بمعنى 3 على 2 حتكون هذه نقطة تأثير محصلة القوى منا إلى هذا الجزء، ونضيف لها هذا الجزء حتى تمثل كامل المسافة عن نقطة O، بمعنى الذراع حتكون 3 على 2 plus 4.5، 3 على 2 plus 4.5 6 متر. إذا نضرب هذه القوة في الذراع حنحصل على مقدار العزم، ونفس الأسلوب حنحصل على العزم للجزء الثاني والثالث والرابع. إذا موقع تأثير محصلة القوى تساوي summation moment حول نقطة O، ومجموع هذه الأزموم حيمثل summation moment about point O، نقطة O 531.8 على مجموع محصلة القوى P active total. مجموع هذه القوى يمثل P active total، وهو طبعا يمثل summation للأريا لضغط التربة الجانبي، ويساوي 237.2. حتكون عندي موقع محصلة القوى تساوي 2.242 من قاعدة الوول. Y bar تساوي 2.24 من القاعدة، وهذه تمثل محصلة القوى في active total، وتأثر على مسافة مقدارها Y bar 2.24 من قاعدة الجدار. هذا المثال مثال موجود بالكتاب المنهجي في مادة هندسة الأسس. إذا لاحظ هذا المثال المطلوب به Determine the ranking passive force، فإذا هذه الجهة محددها بجهة الباسف، بمعنى من نريد نحسب قيمة ضغط التربة الجانبي في حالة الباسف حيساوي سيجما vertical في K باسف، في حالة الأكتف حتكون هذه الإشارة ماينس، في حالة الباسف حتكون الإشارة بلس، 2 في C cohesion في جذر K passive. هاي النقطة الأولى هذا المثال. النقطة الثانية، هذا المثال يتكون من تربة من طبقتين، نلاحظ الطبقة الثانية في بداية الطبقة الثانية وجود للمياه الجوفية الووتر كيبل، هذه الحالة من نريد نحسب السيجما فيرتيكال حيمثل قيمة ارتفاع هذه الطبقة في الجاما افكتيف، والجاما افكتيف بسبب وجود الووتر تيبل حتساوي جاما ساتوريتد لهذه الطبقة ناقص جاما ووتر. هذا التأثير الثاني اللي يحدث نتيجة وجود الووتر تيبل. إذا لاحظ في بداية الطبقة الأولى قيمة ضغط التربة الجانبي صفر، في نهاية الطبقة الأولى حتكون هذه قيمة ضغط التربة الجانبي، ولاحظ استخدم عند هذا الحد كثافة التربة الأولى soil 1 وقيمتها 15.72 في سمك الطبقة. في حالة حساب سيجما vertical في نهاية هذه الطبقة حتكون قيمتها قيمة الـ vertical stress اللي وصلناه عند هذه المرحلة وقيمته 31.44 plus
جاما افكتيف لهذه الطبقة في سمك هذه الطبقة، ونحصل على قيمة السيجما فيرتيكال في نهاية الطبقة الثانية. وهذه الطبقة عند حساب السيجما فيرتيكال هنستخدم قيمة الجاما افكتيف مثل ما ذكرنا. النقطة الثالثة والمهمة هذا المثال، نلاحظ هذا الشكل يمثل مخطط توزيع ضغط التربة الجانبي بسبب وجود للمياه الجوفية الووتر تيبل في بداية الطبقة الثانية، إذا حينضاف بلس ينضاف جزء خاص بضغط المسام، وذكرنا في بداية الجزء الثاني من المحاضرة رقم 6 حساب ضغط ماء المسام. إذا لاحظ هذا هو موقع الووتر تيبل، إذا قيمة ضغط ماء المسام في بداية الووتر تيبل قيمته صفر، في نهاية الطبقة الثانية حيمثل ضغط ماء المسام جاما اوف ووتر في H ارتفاع الماء. جاما اوف ووتر قيمتها 9.81 وبعض الأحيان تقرب إلى 10 في الارتفاع قيمته 1، فيكون قيمة ضغط ماء المسام في نهاية الطبقة الثانية 9.81 كيلو نيوتن على المتر المربع. هذا الضغط إذا أردنا نحصل على الـ PA total يدخل كفورس إضافية على الـ PA active من هذا المخطط، ولأنه هذا الجزء عبارة عن مثلث حتى نحوله إلى فورس حتمثل مساحة المثلث ويساوي نصف في طول القاعدة 9.81 في الارتفاع 1 متر، وهذا يمثل Part 4 الجزء الرابع خاص بال Pore Water Pressure، ويمثل قيمة الفورس اللي تحدث نتيجة Pore Pressure نصف طول القاعدة في الارتفاع. إذن حتى نحسب قيمة Total Thrust أو الـ P Passive هتساوي مجموع القوى لكل جزء من ضغط التربة الجانبي زائد ضغط ماء المسام. هذا هو البارت الأول، ومقدار القوة من البارت الأول هذه مقدارها، والبارت الثاني الجزء الثاني مقدار الـ P Active 2 هذه قيمتها، والجزء الثالث Part 3 هذه تمثل P Active للجزء الثالث Part 3، وهذا الجزء مثل ما ذكرنا يمثل قيمة الـ P Passive، وكل جزء يمثل P Passive، وهذا الجزء الأخير خاص بالـ Pore Water Pressure. summation f of x هنحصل على قيمة الـ P passive لهذا المثال.